السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده متخصص جدا في ان هو بيعرض التطبيقات المجانية اللي تقدر تحملها ببلاش في اي مجال انت عايزه، تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن نختار زي ما تشوف، في حاجات خاصة بالPDF، في حاجات خاصة بان انت تشرح، في حاجات خاصة بالفرنتشر ديزاين للاندرويد وللابس تقدر تشوفها، وكل حاجة هتلاقي الصفحة بتاعتها والصفحة بتاعتها على البلاي ستور، وبتلاقي بدائل كتير. يعني كل واحدة فيهم بيبقى فيه 10 بدائل، 20 بديل. ده مثلا حاجات خاصة بالاستراكشر وهكذا، بتلاقي حاجات كتيرة جدا تقدر تختار ايه الحاجة اللي مناسبة ليك، وفي سيرش تقدر تشوف اللي انت عايزه. حاجات خاصة مثلا بان انت تعمل شارت ميكر، ان انت تنقل من الفري اندرويد تو بي سي وهكذا.